عدد كبير من المغاربة من خروج عدد من أعضاء البرلمان يحملون أكياس الحلوى بعد مغادرة الملك يوم الجمعة وانتهاء جلسة افتتاح الموسم التشريعي. عدد من النواب خرجوا وهم في لباسهم الرسمي الأبيض يحملون أكياسا من الحلويات المختلفة، بعضهم مسرع باتجاه سيارته، الأمر الذي أثار السخرية. نتابع. هذه الصور أثارت الاهتمام طبعا منهم. محمد البلايزي يكتب على فيسبوك: نعم، لقد تعودوا على اقتسام وتوزيع الغنائم فيما بينهم، حيث لا يخشون أحدا حتى الملك نفسه، يجتمعون ليأكلون الحلوى ويشربون القهوة، والفقير في فقره ومشاكله يتشوى. موسى يكتب: الملك أين الثروة؟ سؤال. البرلمان أين الحلوى؟ سؤال آخر. طبعا ياسر يكتب أيضا معلقا: الطريقة التي خطفوا بها الحلوى بعد أن غادر الملك تبين لك كيف يتعاملون مع الوطن. الوطن بالنسبة لهم حلوى يجب شفطها وابتلاعها. أنور أو نور أنور يكتب: هذه غير الحلوى، واش عملوا فيها؟ أما إذا تحطت أمامهم الميزانية فتخيل أنت كيف سيتم التعامل معها. طبعا إذا تسألتم عن طبيعة اللباس الذي رأيناه في هذه الصور، وهو طبيعة اللباس المغربي الفريد من نوعه، هؤلاء هم النواب في البرلمان المغربي يرتدون لباسهم الرسمي الذي ينص عليه القانون الداخلي للبرلمان، وأيضا في احتفالات البيعة للملك الذي يظهر هنا في هذه الصورة. هذا اللباس الأبيض يتكون من الطربوش الأحمر الذي يبدو مختبئا الآن في هذه الصورة ولكنه موجود، والجلابة البيضاء من فوقها هذا السلهام أو البرنص، وكذلك البلغة إذا تساءلتم عنها. يعد لبسه في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان أمر ضروري إذا لم يكن حتمي. أما إذا تساءلتم عن ماذا تلبس النساء، النساء لسنا العاديات ولكن البرلمانيات، فلهن أيضا لباسهن الرسمي الشبيه بلباس الرجال. هذه بعض الصور لهن وهن يجلسن يرتدين ملابسهن بكامل أناقتهن البرلمانية و الرسمية. هنا يظهر في هذه الصورة بعض من الطربوش الأحمر الذي تحدثت عنه، وكنت أتمنى أن أراه في صورة لكنه ظهر وهم يرتدون عليه ما يشبه القبعة التي